السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد ازاي نعمل كوانتيز او حصر للحاجات الموجودة. بيجي على فيو وادخل على سكادولز، بلاقي ان انا ممكن اعمل سكادول وكوانتيز وماتيريال تيك اوف ودروينج ليست ونوت بلوك وفيو ليست. اخد اول حاجة الكوانتيز، تمام؟ بيقول لي عايز تعمل ايه. كل حاجة موجودة في كاتالوج بحيث اقدر اختار اللي انا عايزه. اختار مثلا اير تيرمينالز اللي هي مخارج الهواء، اوكي. اشوف ايه الحاجه اللي انا محتاجها هنا في المشروع دوت، تمام. وليكن مثلا الاسمبلي كود والفلو، اوكي تمام. جاب لي كل حاجه موجوده في المشروع بدقه وبدون اي احتمال للاخطاء، تمام. اجي اللوحه، تمام. عايز ابدا اظهر المعلومات هنا عشان ابدا اشوف حاجات معينه وابدا مثلا اعدل واجرب وكده. اخش في انوتيت في تيج اول، خلاص جاب لي الحاجات اللي انا عايز ممكن اكتبها في اللوحه. اقول له انا عايز اير تيرمينالز تاجز، اوكي يس. خلاص كل المعلومات اتكتبت، تمام. الاقي عندي مثلا هنا 145، 145 دي موجوده هناك او موجوده. طب انا لو غيرت ال 145 ديت، يعني جيت في اللوحه هنا وقلت لا انا خلاص انا عايز بدل ما 145 عايز مثلا 166، اوكي. ايه اللي مطلوب مني انا اعمله؟ مش مطلوب مني حاجه خالص. بدخل بلاقي ال 145 بقت 166، ودي اجمل ميزه في الريفت ان هو بتغير اوتوماتيك، مش محتاج ان انا كل مره اعيد الحصر من اول وجديد. لا، الحاجه اللي اتعدلت بتلاقيها على طول حس بيها واتغيرت، زي ما كنا شفنا في السكشن. مجرد ما اغير في البيان اتغير في السكشن، اغير في السكشن اتغير في البيان. مش عارف تعطيني تاني عمرو سليم دوت نت.